اليوم معي رندا فهد بي ايت سمارت. مثل ما قلت لكم الصبح موضوعنا عن الكافيين، ولكن قبل ما نوصل على موضوعنا في كذا شغله رح نبلش بمسابقه بيري لايت على صفحه الفيسبوك. بعد عندكم لبكره نهار الثلاثاء تتفوتوا وتحطوا اجوبتكم، وبكره اكيد رح نعطي اسم الرابح والجواب الصحيح. كمان عندها خبريه رندا، ولكن خلينا نذكر بالمسابقه. رندا صباح الخير تينا، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. اليوم بدنا نذكر بالمسابقه اللي هي كثير هينه، هو اي في الياف اكثر، هل هو الانجاص ام الدراء؟ طبعا مشاهدين عم بيجاوبوا على الفيسبوك بيجز مثل ما قلتي، ام تي في الايف او دي سي دي سي او بيري لايت هيلث سنتر. هينه قلتي؟ كثير هينه، انجاص دراء او دراء. وفي اشخاص مش بس بحطوا لي الجواب بيقولوا لي ولو ما في اهين منا جواب هيك، فاي ما بزعل انا يكون الشخص هالقد واثق من حاله. اما بالنتيجه نحن هدفنا نتعلم، نتعلم اكيد. واكيد بدكم تكثروا اليوم اجوبتكم، لانه بكره في عنا رابح اما رابحه لياخذ ليومين كاملين اكل من مطابخ بيري لايت. شو خبريه؟ خبريتي اليوم العلاقة بالجينز أما الجينات تبعولنا، وتينا ساعة عم يكون صار في كتير دراسات عم تبين قديش هي الجينات إلها تأثير بكل تركيبتنا، إلها تأثير على كيف جسمنا بيعمل ميتابوليزم للأكل أو بقصقص وبيتصرف بالأكلات، وكيف كمان جينات بتأثر على هل نحن رح يصير عنا أمراض معينة أما لا. وإذا أخذنا هالدراسة أخذت الإنسان من القدم يعني، واللي هو الأشخاص اللي كانوا هن مزارعين، تبين إنه هن عندهم جينات تقدر تعمل ميتابوليزم للنبات، يعني الاكل النباتي اللي بياكلوه، ومنه بتقدر تطلع. مثلا احنا بنعرف الاوميجا 3 اكثر شيء بالسمك، نعم. ولكن هول الاشخاص اللي بياكلوا قليل سمك وكانوا عم ياكلوا بس نبات، جيناتهم صارت معوده انه تطلع الاوميجا 3 من هالنبات اللي هن عم ياكلوها، فبصير الجينات هي بتحدد كيف الجسم بده يكون عم يتصرف. حلو. هلا وطبعا الاشخاص اللي هن بياكلوا كان كل الوقت عم ياكلوا لحومات كان عندهم جينات لتعمل ميتابوليزم اما تتصرف باكلاتهم بطريقه تكون عم تفيدهم لصحتهم. هلا بالنتيجه نحن بنعرف انه الاشخاص اللي عندهم جينات اللي هي تركيبتها مركبه لتكون عم تتصرف باكلات النباتيه، هيدي جينات هي جينات صحيه اكثر. فاذا نحن بنعرف الاكل النباتي هو اللي بيحمي ضد امراض القلب، بيحمي ضد الالتهابات، الارثرايتس، وحتى البايبولر ديزيز طالع هلا ستدي. فهون بيتبين انه اذا نحن عملنا فحص لجيناتنا طلعوا هالجينات جايين من اجدادنا اللي هن كانوا ياكلوا نباتات اكثر، بيطلع انه نحن من خلال الاكل فينا نحارب هالامراض. حلو. ولكن اذا كانت جيناتنا من الاجداد اللي هن كانوا ياكلوا بالاصل اللحوم، ساعتها الاكل لحاله ما راح يكون كافي لنكون عم نداوي حالنا، ساعتها هالاشخاص هن بحاجه لياخذوا ادويه معينه. فحلوين هالدراسات ليبينوا تاثير تركيبتنا، وهل كلنا نحن رح نستفيد من إذا بس أكلنا أكل منظم بدون ما ناخد دواء أما لا. أكيد دراسات جديدة عم تنبحث هلا، وأكيد هلا علم الجينات ونعرف كيف تركيبة الجينية تبعونا صارت. بس هون كمان شغلة حلوة بتبرهن إنه الأجسام مختلفة وكل واحد تركيبته شكل، ومثل الأكل يعني بيأثر علينا بطريقة مختلفة كل واحد منا. هيدي هي الرسالة اللي السنة عم تكون عم تتوجه للعالم، إنه مش كلنا مثل بعضنا ومش كل الأجسام. في كمان نظرية يمكن هون الناس الأكثر إذا بدنا نقول تهربوا من الأدوية أو من الطب، كمان بيعتقدوا أنه الأدوية ما بيأثروا علينا بنفس الطريقة كمان 100%، ولا نوع الرياضة بيأثر نفس الشيء على كل الأشخاص. وهالشيء تينا صار فينا نعرفه من خلال فحص الجين هلأ، لأنه هالفحص بعد هلأ مبلش، مشان هيك هو شوي غالي، مشان هيك الأشخاص كلها مش كل الأشخاص قادر يكون عم تعملها. على كل حال اللي ما قادر يعمله في يجرب هو على حاله بطريقة المضبوطة طبعا بمساعدة الأخصائيين تبعوله، ويشوف النتيجة اللي بتوصل لها. موضوعنا اليوم عن الكافيين رندا، ليه حبيت تضوي على هذا الموضوع؟ تينا اوقات في مواضيع باخذها من وراء اشخاص بيمرقوا لعندي وبشوفهم عندهم عادات معينه، اوقات بشوفها صحيه، اوقات بشوفها مش صحيه، اوقات بشوف عندهم افكار لازم شوي تتغير، فمن هون بيطلع عندي اوقات المواضيع اللي نحن بنحكي فيها. ومنا هلا اليوم علاقه الكافيين بخساره الوزن، عشان هيك حبيت اخذ هذا الموضوع بحد ذاته. هي دارجة انه اللي بيشرب قهوه
بيخف وزنه او ما بياكل نفس الكميات؟ هلا هي اللي دارجتينا في يعني اللي بياكل صحي اوقات ما في ينتبه لاشخاص عندهم عوايد معينه، ففي عوايد معينه عند اشخاص بيشربوا 8 فنجين قهوه او 10 فنجين بيقولوا لك انه ايه نحن بنشرب قهوه ما بعد في قبليه لناكل فبناكل اقل، فهون صار في اتجاه كثير كبير للقهوه من ميله. من ميله ثانيه اذا بنقرا على ادويه اللي هي ادويه التنحيف بنلاقي كثير منها بتدخل للكافيين، فهون بنحط علامه استفهام هل هو الكافيين عم يضعفنا ام لا. بس ما فينا نقول انه ما له فوائد كمان 100%. بس اليوم انا لا رح احكي عن فوائد ولا رح احكي عن مضار، ورح احكي هل هو بضعف ام لا، لانه بتستحق هيدي حلقه كامله. سو اول شيء بدي اقوله انه الكافيين بحد ذاته اذا كترنا منه، الكافيين هو دايوريتيك يعني بظهر المي من الجسم، فانت وقتها تشربي كثير كافيين في رح يدر البول فرح يظهر مي من الجسم، بتزيني حالك بعد فتره رح تلاقي حالك اخف، فهيدي شغله لانه ظهرت المي. هل هي شغله صحيه او ضاعفتنا على طول؟ الجواب هو لا. هذا واحد. ثاني شغله في خطوره بخساره هالمي؟ نحن ما لازم نكون ديهايدريتد طبعا، لانه نحن بنعرف اهميه المي، هذا شيء ما راح ادخل فيه، بس نعرف اهميه المي للجسم لكل شيء، لجسمنا لبشرتنا لعقلنا لنقل الفيتامينز والمعادن، فاذا المي هي مهمه. بس بنعرف شيء انه الشخص اللي بيشرب كثير قهوه بيعطش اكثر او ما له علاقه؟ هلا لانه ظهر مي جسمه اكيد رح يعطش اكثر، فهذا اكيد له علاقه 100%. هلا لارجع على موضوع تاني، كمان بدراسات بينت انه الاشخاص اللي هن رياضيين ونعطوا كميه من الكافيين قبل ما يمارسوا الرياضه، وعملوا رياضه على فتره 5 أيام بالجمعه سبحوا كل يوم 90 دقيقه، وبهالدراسه اشخاص تانيين ما عملوا رياضه عطوهم كافيين، تبين انه اللي عملوا رياضه واخذوا كافيين كان عندهم قوه حرق للدهنيات كثير اكثر من اللي ما عملوا رياضه. هلا هون حرقوا الوحدات الحراريه وحتى كميه الدهنيات خفت عندهم، ولكن ما ننسى انه هون ما اتخذت قضيه الكافيين لحالها، عملوا رياضه فهون عندنا الرياضه اجت اهميتها. شغله ثانيه بدي احكي عنا قبل ما فوت بالتفصيل العلمي كمان، انه نحن الاشخاص بيوعوا اوقات منهم كثير نشطين، يمكن اذا شربوا فنجان القهوه بنشطهم، فاذا نشطهم قادرين هن حركتهم تبقى اسرع، تركيز صار اكثر، قادرين هن ينزلوا على المحل الرياضه ويعملوا رياضه، فاذا هون هالنشاط اللي اخذوه هن، لانه الكافيين بيعمل ستيميليشن للنيرفس سيستم، فهو بيخلي جهازنا العصبي يكون عم يشتغل اسرع، فهيدا شيء كمان بيؤدي انه نحن عملنا رياضه بطريقه اكثر، فالنتيجه بتكون انه نحن حرقنا دهنيات اكثر. كمان هاي بدنا ناخذها بعين الاعتبار. ثالث شيء بدي اقوله انه نحن بالقهوه بحد ذاتها في عندنا ثلاث اشياء، في عندنا الشغله اللي هي الكافيين، في عندنا الشغله اللي هي ثيوبرومين كمان والثيوفيلين، وثالث شغله هي الكلوروجينيك اسيد، هول ثلاثتهم موجودين بالقهوه اللي بنشربها. هلا بدي احكي عن الكلوروجينيك اسيد، هو بحد ذاته بخلي الجسم ما يمتص كمية كبيرة من النشويات، يعني إذا أنت أكلي أكل في نشا وشربت قهوة من بعدها أو دغري قبلها، يعني بخلال فترة الهضم الكلوروجينيك أسيد اللي هو موجود بالقهوة بخلي الجسم ما يمتص كل النشويات. هاي واحد. الشغلة الثانية الكافيين بحد ذاتها مثل ما قلنا هي ستيمولنت، هي بتقوي جهاز الدماغ يعني والجهاز العصبي، هالشيء أكيد في يكون عم ينشطنا، النشاط في يساعد كمان يقوي حرق الوحدات الحرارية. طيب اللي بيشرب قهوة قديش بيزيد حرق الوحدات الحرارية عنده؟ بيزيد حرق الوحدات الحرارية أو الميتابوليزم بنسبة تقريباً 4%. هلا دراسات بتقول بين 3 لل 11%، بس 11% هن اشخاص بيشربوا كثير قهوه، اشخاص مدخنين اتسترا. انا رح احكي بالعاده هي تقريبا 4-5%، هيدي كميه منها كثير عاليه، بس بحب اول شيء ما رح تفرق، ما كثير رح تفرق. الشغله الثانيه انه الدراسات بينت انه الميتابوليزم بيعلى للاسف عند الاشخاص الضعاف
بهالطريقه اكثر من الاشخاص الناشطين. فهو اللي ضعيف رح يتاثر انه يضعف زياده، بينما اللي عنده مظبوط اللي عنده وزن زي هو اللي بده يخسر. اكزاكتلي ما كثير رح يتاثر. وبدراسات ثانيه تبين انه صحيح علينا الميتابوليك ريت او قديش عم يحرق الجسم، ولكن هالشيء في يكون لفتره معينه، بعد فتره مثل كانه الجسم تعود على هالسيستم بيرجع بيرجلش. فاذا على اللونج تيرم، على فتره كثير طويله، تبين انه لا ما رح تكون عم تضعف. فاذا النتائج هي على فترات قصيره لانه ظهر المي من الجسم، لانه شوي على الميتابوليك ريت، لانه شوي نشطنا وبعدين بصير تجاوب الجسم. انت تنشطتي وكملتي رياضه كثير منيح، انت تنشطتي وقررتي بنشاطك تاكلي زياده، ما رح تكوني عم تضعفي. فاذا هون كمان بصير نحن تجاوبنا مع القهوه. بس في اشخاص كمان يمكن لما يجوعوا بفضلوا انه يشربوا قهوه تما ياكلوا. هون عم بيوصلوا لنتيجة بس لأنه عم بيحسفوا الأكل من 100%. وهون 100% وهون تينا الشيء اللي ما بعرف كيف حابة، يمكن بدل ما ألقي ضوء عليه على حلقة واحدة، هيدا سؤالك عمل لي هالحركة شفية، يعني لأقول إنه نحن كأشخاص أكتريتنا عنا مشاكل بالإيتينج ديسوردرز، عنا عن جد مشاكل عادات سيئة بالأكل، وهيدي وحدة من العادات السيئة اللي هي أن نقفل الأكل نستبدل. ونستبدل بداله مثلا القهوة. كثير أشخاص بيستبدلوا أشياء تانية. فهيدي أنا يعني مثل هديك جمعة كنت عم أقول بدي أخذ قرار بالكلينيك عندي كن حازمة بهالموضوع من محبتي للعالم، أكيد أنه بليز بدنا نهتم بجسمنا. يعني أنا بدنا نلاقي غير أنه واحد يكون بجسمه حلو، ولكن بدنا نلاقي طريقة صحية أكثر من أكيد. هيك يمكن وقتنا عم يدهمنا، خلص وقتنا. فأنا اللي بدي أقوله أنه ضويت على شغلة وحدة، هل هو الكافيين بضعف أم لا؟ لا قلت قديش صحي ولا قلت منه صحي، بس المهم اليوم يكون هيدي حلقة واضحة على هيدا الموضوع. واضحة. ثانك يو رندا، رح ناخذ بريك. أنا برجع بليكم بواتس كوكينج، ضلكم معنا.